هو ايه اللذاذه واللطافه اللي انت بتتكلم فيها عن حاجات صعبه قوي قوي قوي؟ يعني هو الناس الوحشين اللي احنا قابلناهم في حياتنا دول كلهم ما عدوش عليك؟ لا هو ما كانش في ناس سخيفه بتعطلك بتقول لك انت مش هينفع تكمل؟ ما انا قلت لحضرتك بقى في الاول، انا يعني في كلمه واحده، انا انسان محظوظ، ربنا يعني ادالي ال 24 قيراط كلهم في اب جميل، في ام رائعه، في اخ ملهم، في زوجة قابلتها علمتني الحب والعشق وكل حاجة حلوة، ومرية بنتي الصغيرة بحبك لما تتكلم عن مراتك قوي قوي قوي، أصدقائي أصحابي. عارفة حياتك لما خلصت رسالة الدكتوراه وبكتب الإهداء، فمن ضمن الإهداءات أهديتها إلى كل كتف أنا مشيت معاه، أنا بحط إيدي على كتف اللي معايا وبمشي. لما انا فقدت النظر، شفتك وانت داخل مع مصطفى النهارده، فهمت ان فقدت النظر تمام، فبخلي اللي قدامي يسبقني بخطوه. فكل كتف انا مشيت معاه انا بحس ان انا ابن كل بيت في مصر. يعني انا لما بنزل الشارع ببقى مطمن جدا، وبحس ان كل واحد بقابله ده اخويا، ابن عمي، صاحبي، وبمشي من مكان لمكان، وبركب ميكروباصات وميني باصات، يعني مطمن انت جدا. انت دي في كحراته حاصله، يعني في شغل جدا جدا. لا انا هسالك يا مينا سؤال، يعني يا رب تفهمني، انا متاكده هتفهمني. انت عايش في نور كبير، يعني انت منور، ما عندكش خالص ظلمه، يعني ما فيش الاحساس ده. لكن ليه او ادينا رساله كده فهمني، لو الدنيا قلب سواد كده مع ناس تانية في نفس ظروفك، ايه الفرق؟ شوف حياتك، هو ببساطة يعني إيه الآية الكريمة برضو تقول إيه؟ وخلقنا الإنسان في كبد. يعني ما فيش حد إنسان يتخيل إنه هيعيش الحياة بلا مشاكل أو بلا تحديات، بالعكس في مشقة ربنا سمح بيها. وفي نفس الوقت ولقد كرمنا بني آدم، فكلنا عندنا كرامة ولينا كرامة عالية قوي. هي الفكرة بقى كلها إنه لما يقابلني مشاكل وتحديات في الحياة أبقى واثق إنه يعني ربنا هيديني القدرة إن أنا أتكيف مع المشاكل دي وحولها إلى حاجات جميلة، خير جميل. يعني إحنا مثلا على مستوى البلد عندنا مشاكل كتير، ده أكيد، بس بنحاول مع بعض إن إحنا نحلها ونعمل حاجات جميلة في كل مكان. وإيجابية.